في القروان تعرف يعني من البارح من اليوفا الماتش نتاع الجيتكا والديابي الوقفة احتجاجية كبيرة الحبايب الشبيبة تقريبا حتى نص الليل قدام مقر الشبيبة في الحي التجاري في وسط القروان. الاحتجاجات متواصلة اليوم من المنتظر باش ربما مع الستة تقريبا أو سبعة ثم وقفة احتجاجية يوصفوها الحبايب بالكبيرة والمعبرة ربما نعتبر كخطوة تصعيدية. إلى ذلك ثم بلاغ يصدر منذ لحظات عن الرؤساء القدامى للشبيبة رضي القيناويك يقول رؤساء القدامى يعني محمد عطلة الذي لفيالة فاتح العلويني مراد باللكح رشيد مفتاح وعبد الرزاق يزيد يعني كلهم أصدروا بلاغ احتجاجي للوطال بالسلطات المعنية يعني في البيت بالتدخل العاجل باش اتخاذ القرار المناسب فيما يخص مباراة الشبيبة والنادي الرياضي البنزرتي قبل إجراء مباراة الجولة الأخيرة. يعني تعرف الشبيبة ستستضيف نهار الأحد في الجولة الأخيرة فريق الترجي الرياضي التونسي بطل الموسم. لذلك علاش الرؤساء القدامى يحتاجوا على اللي صار للفريق في منظمة تحكيمية وصفوه هما حسب البلاغ اللي إن شاء الله بعد قليل نقوم على موقع رسمي الإذاعة وكذلك على يعني على المنظمة التحكيمية وحسب البلاغ يقولوا أنه فريق الشبيبة سمحني في العبارة حسب البيان بطبيعة الحال اغتصب تحكيميا في هذه من خلال هذه المنظمة اللي صارت له في ملعب البنزر. في البيان مكتوب هكا مجدة؟ نعم في البيان مكتوبة الكلمة كلمة كبيرة خاطر أي كلمة كبيرة. ذاك علاش قلت لك سامحوني في العبارة كلمة يعني حقوق مغتصبة هم يقولوا إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله موجودة في البلاغ إن شاء الله بعد قليل نلقاوه في على الموقع. ذاك علاش يعني تطورت متسارعة تطورت ربما تاخذ منحى آخر على كل ما نتمنوه إن شاء الله باش ما تفوتش الإطار وتجوز الإطار القانوني والرياضي خاصة مالها إلا مباراة كرة قدم. يعني فريق الشبيبة ما نزلش ما هيش حتى كان نزل في الجولة الأخيرة ما هيش أول مرة مش ينزل أو ربما خطر نزل سبق وننزل وسبق ونعاد وحقق نتائج إيجابية على غرار عديد الفرق الأخرى. حتى كنا نزيد نذكر أسلام أنه فريق مستقبل مرسى ما دراك يعني فريق مستقبل القصرين نزلوا للرابطة الأساسية باهي يعني مجدة في الموضوع متاعنا باش نبقاو الرؤساء القدامى سمعت شنو الصفات متاعهم باش يهبطوا بلاغ كما هكا معناها الهيئة متبنيت والبلاغ هذا فما تنسيق مع الهيئة ولا كيفاش؟ بالتأكيد أنا أعتقد حتى الرؤساء اللي سي محمد عطاء هو اللي ربما أعطاني البلاغ يقول معناتها يقول لي راني كنت في اتصال بالتنسيق مع الرئيس الحالي للشبيبة محمد الميمني. بطبيعة الحال هذه حركة احتجاجية بطبيعة الحال مالهم إلا حباء الشبيبة وبطبيعة الحال يعتبروا معناتها رموز الشبيبة في القروان بما أنهم كانوا رؤساء للجمعية. هذاك علاش ربما اختاروا باش يعبروا على احتجاجهم بالطريقة هذه من خلال البلاغ. واضح يعطيك الصحة عم جد جبيلي على كل هذه التفاصيل المديتنا بها نتبع معك أكيد كل ما فهمت تطورات نمدوها للسيد المستمعين لحظة بلحظة في قضية الموسم خلينا نقول مقابلة هامة من أجل تفيد النزول موزيكا ثم راجعين كاملين حتى